تتوارد الخواطر كلها والأفكار وكل ما راه وكل ما شاه وكل ما سمعه، فكيف يفصل بين الأشياء دي عشان يختار موضوع واحد؟ عشان كده الفضائيات الملونة هي فضائيات مرتبطة بالذهن الإنساني، بالوجود الإنساني كامل. فاللوحة في السودان اللي أنا برسمها لوحة مرتبطة بالفضاء السوداني. أهم ما يميز السودان هو الفضاءات الواسعة، الأرض المنبسطة والروح المنبسطة عند الناس والحياة، لكن تحصل مشاكل أحيانا، الحروب الداخلية والأهلية يعني، والنزوح ومشاكل المختلفة، فتعكر صفو الأشياء دي، تجعل الإنسان هارب في أثناء اللوحة. عشان كده تلقى الإنسان متلاشي بعيد أو بيختفي خارج الإطار. فهذه الفضائيات بتحمل يعني صورة كبيرة لتجسيم وتجسيد الواقع السوداني كفضاء وكحياة. في السودان عندنا المساحات الواسعة وعندنا الإمكانيات الهائلة وعندنا أشياء كثيرة جدا بتظهر كجزء من طبيعة العمل الفني، مش كشيء معبر أو توضيحي أو يعني إحساس اللون وعثره في الحياة، في الحياة البيئية أو البيئة الحياة في السودان. فعمالي طبعا مواضيع ثلاثة أساسية هي المرأة والنيل والصحراء، فكل واحد عنده موقعه وكله مرتبطين بأشياء كثيرة أنا عشت في طفولتي وفي حياتي في السودان. لكن الهم بين ده كله هو التعبير عن حالة القلق وحالة التلاشي اللي بيعيش الإنسان السوداني والحيرة والضياع الغريب في مساحات كبيرة هو يعني كان ممكن يستمتع بها كلها بدلا أن يخرج منها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن سعداء في هذه الأمسية الطيبة المباركة أن نفتتح معرض الدكتور الفنان راشد دياب بجاليري بيكاسو إيست، وهي من دور العرض التشكيلي الهامة جدا والمتميزة بجمهورية مصر العربية. نحن سعداء بأن الفن التشكيلي الآن يأتي إلى الشقيقة مصر ويعرف مصر بتشكيل السودان وفنون السودان وأعمال الفنانين السودانيين وعلى رأسهم الدكتور راشد دياب. الدكتور راشد دياب هو ابن بار لصحراء البلاد ونيل البلاد، وتلاحظون أن هذه اللوحات قد تأثرت تأثرا كبيرا بالوطن وبفضاءات الوطن وبألوان الوطن، فجاءت جميلة ومعبرة، وهي الآن أيضا تشارك في بناء جسور الثقة وجسور التعاون وجسور التوافق بين شطري وادي النيل. فنحن سعداء بهذا المعرض المتميز، ونشكر بيكاسو الجاليري إيست على هذه الاستضافة المتميزة، وشكرا جزيلا لحضوركم الراغي والمتميز. شكرا.